بمشاركة 17 فريقا من إقليم كردستان والعراق وخارجه. افتتحت كنيسة مارغورغيس في ناحية ديانة التابعة لقضاء سوران المهرجان الثقافي والرياضي السادس. هذه السنة مهرجاننا يختلف عن السنوات الماضية لأنه تشارك بفرق عديدة، تقريبا 17 فريق من كل قرى ومدننا هنا في العراق، وأيضا تشارك معنا مدينة أرمي في إيران. له هذا المهرجان له طعم خاص لأننا نجتمع هنا باسم كنيستنا وباسم أمتنا الآشورية، ونفتخر كشبيبة كنيسة مارغيورغيس وإدارة كنيسة مارغيورغيس بهذا العمل الرائع الذي نقوم به. تجري فعاليات المهرجان برعاية مؤسسة كردستان الفضائية، وتتضمن نشاطات مختلفة ومتنوعة رياضية ثقافية اجتماعية دينية ومعارض ومحاضرات وألعاب ترفيهية وحفلات، وتستمر 9 أيام. احنا فريق رافدين جايين من محافظة دهوك، فريق كله متكامل من يعني متنوع العفو من محافظات، يعني من قرى مختلفة من دهوك، مو من داخل دهوك بس. وهاي السنة الثالثة احنا المتواجدين هنا بهذا المهرجان، والمهرجان كلش طيب، تجمع كلش طيب. أنا اسمي رينالدا من فريق برور، وكلش متحمسين على هذا المهرجان، وهذا أول مهرجان احنا نشارك به، ويعني كلش متحمسين، والأجواء صراحة يعني كلش ملائمة للعب والمهرجان طبعا. وأول مرة أشوف ديانا صراحة، وكلش حبيتها ومتحمسين للسنة الجاية همين. منذ عشرات السنين يعيش المسيحيون في ناحية ديانا بسلام وأمان، وحكومة إقليم كردستان قدمت لهم جميع الخدمات ليعيشوا حياة كريمة ويمارسوا جميع نشاطاتهم بكل حرية وسلام. رايبر عبد الغفار، زاغروس تي في، سوران.